هنتكلم عن موضوع سهل وبسيط بمناسبة ان احنا داخلين على موسم الخمسين اللي هو بيجي مع تغيير فصل الشتاء والدخول على فصل الربيع، يمكن يبدأ معانا على بداية الشهر الجاي او نص الشهر الجاي. ده موسم عندنا مهم قوي في مصر، لان في ناس الحقيقة بتشتكي من عينيها في هذه الفترة من السنة بشكل كبير جدا. هنحاول نعرف سريعا كده ايه اللي ممكن يحصل في الوقت ده وازاي الناس ممكن تحاول تتفادى الموضوع. اولا اللي بيحصل في اغلب الاحوال في هذا الوقت من السنه ان الناس بيجي لها حاجه اسمها حساسيه موسميه في العين. الحساسيه الموسميه دي ليها اعراض زي احمرار العين، الدموع، الحكه اللي في العين، الحاجات اللي زي كده. طيب اولا في ناس بتبقى عارفه ان هي دي طبيعتها وعارفه ان هي عينها حساسه وكل فتره بيتكرر هذا الموضوع، بالذات في موسم تغيير الفصول او في موسم دخول الربيع. الناس دي بقدر الامكان المفروض ان هي تتفادى الهواء، التراب الجامد، الحاجات دي في الوقت ده قدر الامكان. واذا بدات تشعر باي اعراض من هذه الاعراض اللي احنا بنتكلم عليها بتاعه الحساسيه، لازم تتوجه للدكتور المختص عشان تاخد علاج يهدي الموضوع في اوله بدل ما الامور تتفاقم وتزيد. لان ساعات الحقيقه بنشوف حالات بتكون شديده جدا من هذه الحساسيه وليها اعراض جانبيه تانية خالص. الحاجة التانية ان الناس، ودي بقت منتشرة قوي بالذات في البنات دلوقتي، اللي بيلبسوا وبيستخدموا العدسات اللاصقة بشكل منتظم او بشكل يومي، سواء كانت عدسات لاصقة للنظر او للزينة اللي هي العدسات اللاصقة الملونة. طيب ارجو من جميع مستخدمي العدسات اللاصقة ان في هذا الوقت من السنة ياريت لو نوقف لبس العدسات، او لو مش هنقدر نوقف لبس العدسات يبقى على الاقل خالص اضعف الايمان بنلبسها اقل عدد ممكن من الساعات في اليوم، ويا ريت يكون مش كل يوم كمان. اذا بدأتي تشعري باي اعراض من اعراض الحساسية بتاعت العين، الحساسية الموسمية بالذات مع موسم الخمسين والتراب والحاجات اللي زي كده، احمرار، دموع، عماص، حكة في العين زيادة، تغبيش في الرؤية، حاجات زي كده، الكلام ده كله لازم نمرة واحد في العلاج قبل ما اروح للدكتور حتى ان انا اوقف لبس العدسات. وفي كتير قوي بيهملوا في هذا الموضوع، ورغم الالتهاب او الحساسية اللي بتبدأ تظهر بيستمروا في لبس العدسات، وده ممكن يؤدي الى عواقب وخيمة جدا. العدسة اللاصقة بتلبس على القرنية اللي هي الجزء الشفاف الامامي ده من العين، بتتلبس بهذا الشكل وبتتشال من على القرنية. لما انا يكون عيني فيها التهاب والجو مش نظيف والعدسة اللاصقة دي ملوثة او فيها اي حاجة من التراب، وانا كمان اصلا عندي حساسية قد يكون ده الوضع، ممكن الالتهاب او الاحمرار مش بس يبقى مقتصر على الملتحمة بتاعت العين اللي هي في البياض اللي هي فوق البياض بتاع العين، لا ممكن يحصل التهاب في القرنية نفسها كمان، ودي مشكلة اكبر كتير، ممكن تأثر على النظر، ولو اهملت وتثابت وكان في درجات عنيفة منها ممكن بيؤدي في النهاية الى حاجات مؤسفة جدا زي خراج في القرنية، ودي حاجات بيبقى ليها عواقب وخيمة جدا على النظر، ممكن تؤدي الى تدهور النظر بشكل كبير. فارجو ان في هذا الموسم نخلي بالنا كويس قوي، مفيش داعي لبس العدسات اللاصقه كتير، لو حسينا باي اعراض بنتوجه للدكتور بسرعه جدا نتفادى اضطراب